بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الإخوان. اليوم كان الموضوع ديالنا هو موضوع واحد شريحة كبيرة من المجتمع اللي كتعاني في صمت، وهما التجار الصغار وخاصة المواد الغذائية، يسمى بالبقل أو مول الحانوت أو مول الكرني. هاد الناس هادو كيعانيو كثيرا، ولن يتكلم عنه مع أحد. اليوم وصل الوقت قلنا السيد الوزير على ان هذا البقال اللي سلطنا عليه الاكراهات بحال عدد ديال الاسواق على الابواب المدينه، الاسواق الكبرى، وضيقناه به، وهو خليناه بين البنكه او الامانه او المواطن او الحانوت. كيعطي السلعه كيخوى الحانوت، كيعمل السلعه في الحانوت، كاين اسواق اخرى اللي مضيقه به، اذا راه في حيره مسكين. وكثر من هذا، ملي كيمشيو يشوفوا القضيه ديال المنح الجامعيه مثلا، هذاك البقال ما كيديش المنحه ولدو او بنتو، وما كيديش الحي الجامعي. علاش؟ داخل في الخانة على انه تاجر، هو من افقر الناس. اليوم قلنا للسيد الوزير والحكومه بركه، اليوم وصل الوقت باش نصفوا هاد الناس هادو. ما يمكنش نبقوا ساكتين، لان واحد الوقت عملنا اشهار وبين الناس على ان تيليبوتيك مشروع نجح ومشروع له بعد وله كذا وله كذا. كاين اللي خدا المحل في دار البيضاء في الرباط 150 200 مليون، غير الناس غرقناهم بالزباره والحوانات وبالسوارات وبكذا. من بعد جابوا حوايج اخرى وخرجوا السيز على الناس. هذوك مولين تيليبوتيك كلهم مساكين مشاو للهويه، ما فكر فيهم حد، وعانوا في صمت وبقوا ساكتين ولن يتكلم عنهم احد. الالاف خصنا شي هادشي يتكرر. بغينا هاد مول الكرني نحافظوا عليه، لانه قيم بواحد الدور في هذا الحي، دور اجتماعي كيسالك مع الناس، اللي موظف حتى لاخر الشهر، واللي كيخدم شي شركه حتى لاخر الشهر، واللي ما عندوش حتى غدا، واللي ما عندوش حتى الشهر اللي ماجي، كيتسالك مع الناس. مؤسسه اجتماعيه بالامتياز. الدور اللي كيقوم به مول الدكان الصغير مول الحانوت ما كيقومش به شي مؤسسه عندنا في البلاد ديالنا. كيفما كانت، نعم كاين مؤسسات اللي كيقوم واحد الدور مهم، ولكن الدور اللي كيقوم به مول الحانوت دور نادر، لانه كيفتح مسكين في الصباح وكيبدا كيجيب الحليب بالفلوس، كيجيب الطحين بالفلوس، الزيت بالفلوس، وكيعطي الناس بالكارني. واحد كيبدل السكنه، واحد كيبدل ديك المدينه، واحد كيموت، واحد كيقول له ما كتسنيش بدون ضمانات. من اللي كيرجع هو البنك يقول خصك الضمانه، من اللي كيمشي يسلف وينزل الضمانه كيصبح جوج واحد الحوايج، اما المصير ديالو الحبس، واما حتى هو يعلق ويختفى ولا يوقع له شي مشكل. بغينا ندير لحد هذا الشيء، وكنطلب من الجهه المسؤوله باش يتم الاحصاء لهاد الناس وياخذوهم بعين الاعتبار ويرجعوا عندك الكارني من سنه لسنه او على خمسه سنوات ويديروا الحل مع هاد الناس على واحد المده معينه ويعطوهم امتيازات. خصنا منين نجوا نشوفوا الجدول ديال المشاركين في المنح الجامعيه وفي الحي الجامعي وامتيازات اخرى، نبداو بديك ديك مول الحانوت. هو اللي خصو يستافد، هو فقير وكي يساعد الناس تشجيع. دابا الان مسكين دقدقناه، ولادو غادي يبقوا مرميين، هو غادي يبقى مرمي، والله اعلم المصير ديالها الاسر. وما نقول لك شيء بالملايين عيكون، لا اقول بالالف، لانهم كثيرين بزاف. وسلطنا عليهم هذه الاسواق، سلطنا عليهم. ايوا بدينا كان السيد ملي كيدور الفليسات كيمشي للسوق كبير يتسخر، ومني كيكون ما عندوش الفلوس ديجا عند البقال مول الكرني. اذا اصبح من الضروري خصنا نشوفوا المشكل ديال هذه الشريحه من الناس باش يمكن تهم يعيشوا عيش كريم معنا ومع المواطنين. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.